أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم 14 نيسان 2024 إن إسرائيل يجب أن تعاقب وستعاقب لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا. وأضاف خامنئي في كلمة بمناسبة عيد الفطر النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب وسيعاقب. ودمر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقر القنصلية الإيرانية في دمشق ما تسبب بمقتل قياديين أحدهم أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني. وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن 7 من عناصره بينهم العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي قتلوا في الضربة. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن حصيل ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغ 16 قتيلا. يأتي العراق في المرتبة 100 عالميا باستيراد الألعاب النارية سنويا حيث تبلغ قيمة ما يستورده قرابة 400,000 دولار أو أكثر من 500 مليون دينار وفق سعر الصرف الرسمي. وفي عام 2022 استورد العراق ألعاب نارية بقيمة 391,000 دولار ليصبح المستورد رقم 100 للألعاب النارية في العالم. وفي نفس العام كانت الألعاب النارية هي المنتج رقم 839 الأكثر استيرادا في العراق. ويستورد العراق ألعاب نارية بشكل أساسي من كوريا الجنوبية 323,000 دولار، الإمارات العربية المتحدة 61.8 ألف دولار، الولايات المتحدة 3.47 ألف دولار، وكندا 3.44 ألف دولار. ويتم استخدام الألعاب النارية عادة في أيام الأعياد وعيد رأس السنة بشكل كبير، وربما تعد هذه الأيام هي الأعلى بالاستهلاك مقارنة بما يتم استخدامه في الأيام العادية الأخرى. أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم 4 على ضرورة نجاح زيارة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى واشنطن. وقال الشيخ الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر إن العراق وقف موقفا واضحا وصريحا في دعم القضية الفلسطينية، وأكد أن موقف رئيس الوزراء والإطار التنسيقي واضح في عدم الموافقة على بقاء الوجود العسكري الأجنبي، معتبراً أن زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى واشنطن مهمة ونأمل نجاحها. وأشار لأن هناك إرادة دولية وتخطيط وعمل وجد وأنشأ تنظيم داعش الإرهابي، معتبراً أن العراقيون قادرون على إكمال سيادتهم الأمنية والسياسية. في مشاهد تقشعر لها الأبدان بدأ مئات الألوف أو الملايين من العراقيين صباحهم في أول أيام عيد الفطر داخل مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف التي اكتظت بالناس والعجلات من جميع المحافظات العراقية. وأظهرت مشاهد اطلعت عليها السومرية نيوز ازدحاما كبيرا على مد البصر للسيارات والناس والأمهات الثكلى والأرامل والأيتام والأخوات والأخوان المكلومين على مفقوديهم لزيارة قبر أمواتهم وإلقاء جملة عيدك مبارك على القبر في مشهد تقشعر له الأبدان والقلوب. وتتلخص هذه العادة في أن العوائل تفضل قضاء أول أيام العيد ومعايدة مفقودهم في قبري، خصوصا إذا كان هذا أول عيد يمر دون وجودي، فيما تحرص الكثير من العوائل على هذه العادة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وفاة أحد أبنائهم. دعا رئيس تيار الحكمة الوطنية السيد عمار الحكيم اليوم 4 خلال خطبة صلاة عيد الفطر إلى اجتماع مركزي للقيادات وعلى مستوى رفيع لمراجعة التجربة السياسية في العراق. وقال السيد الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الفطر وتابعت السومرية نيوز أن التجربة السياسية مرت بمنعطفات خطيرة كادت تعصف بكل التضحيات والمنجزات لولا حكمة المرجعية الدينية العليا وأخلاص القوى السياسية الوطنية في تقديم المصلحة العليا للبلد على أي اعتبار آخر. وأضاف أن البلد يشهد استتابا بالأمن بفضل جهود الحكومة، وعلى الجميع أن يتكاتف ويتعاون في الحفاظ على المنجز مجتمعا وحكومة ونخبا وقوة سياسية ومؤسسات وبرلمان. وأضاف أدعو القيادات الوطنية لاجتماع مركزي رفيع يقوم على استثمار البيئة الإيجابية التي يعيشها البلاد حاليا والاستفادة منها في مراجعة التجربة السياسية في العراق وتقويمها والخروج بنقاط جوهرية.
لا يزال أهالي الزبير في محافظة البصرة من أكثر الفئات الشعبية والمناطق العراقية التي لا تزال متمسكة بأبرز عادات وتقاليد العيد في العراق، ولا يمر عيد سوى عيد الفطر أو الأضحى إلا وكرروا ما يعرف بالمعايد أو ريوق العيد في الشوارع والأزقة. ويقوم الرجال من أهل الزبير بعد انتهاء صلاة العيد بإخراج كل رجل لطبق من منزله ويضعه على المائدة التي تملأ شارعه وكذلك بقية الأزقة والشوارع، ويتعاقب الرجال على التذوق والأكل من جميع الأطباق على المائدة. ويتمسك أهل الزبير بشكل كبير جدا التي يبدو أنها لا يثرها زمان أو تغير الحياة وتسارعها. قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران سيد علي خامنئي إن القنصليات والسفارات جزء من أراضي الدولة التابعة لها، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني سيعاقب على مهاجمة قنصليتنا في سوريا. وقال خامنئي خلال خطبة صلاة العيد إن الاحتلال شدد عملياته الإجرامية ضد الفلسطينيين بدعم غربي واضح وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا، متسائلا أين الذين ينادون بحقوق الإنسان من الجرائم التي أدت إلى استشهاد أكثر من 30,000 من العزل في غزة. وأشار لأن الحكومات الغربية دعمت دائما النظام الصهيوني الغاصب لسنوات عديدة، ولقد أظهرت الحكومات الغربية علانية الطبيعة الشريرة للحضارة الغربية في أحداث هذا العام. وأضاف أن القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها، وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا، مشددا على أن الكيان الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك.